يسعد لي أوقاتكم أحلى متابعين. وصفة اليوم هي من عشاق الكبار والصغار، والوصفة كتير انطلبت مني، زنجر كريسبي. رح نعملها بطريقة كتير طيبة كتير شهية، أطيب من الجاهزة. تابعوا الفيديو لتشوفوا كل التفاصيل. بالنسبة للكريسبي زنجر رح نشوف المقادير مع بعض. رح نحتاج لكاستين ونص لبن، رح نعمل فيهم الخلطة، ومثل ما شفتوا البهارات انا رح استخدمهم بالخلطتين، خلطة السوائل وخلطة الطحين. رح ابلش بالبهارات الناشفة، ورح اضيف نص معلقة صغيرة من كل المقادير. اول شي ضفت الزنجبيل بعد الكاري، وهلأ بشر الليمون، وبعدها رح احط عليهم الهال، بودرة البصل، بابريكا. طبعا البابريكا رح تعطي طعم كتير رائع، فلفل اسود ورشة ملح، ورح نضيف عليهم 4 معالق من الخل الابيض، ممكن تستخدموا خل التفاح، وبودرة الثوم، واخر شي رح اضيف عصير الليمون. انا عندي اياه مفرز بس مو مشكلة، لانه رح تدوب هلأ لبين ما اسوي المقادير. وبعدها اخر شي ضفت 4 معالق من الكورن فلور او النشا. رح اقلب كل المقادير مع بعض لحتى يصير عندي الصلصة السائلة اللي رح انقع وتبل فيها الدجاج. وباخر خطوة طبعا اختيارية، اذا ما عندكم مكعبات ست البيت الصحية اللي رح تعطي كمان طعم كتير رائع، فيكن تضيفوا مكعبات ماجي، وممكن الاستغناء عنهم لانه البهارات كانت رائعة. بالنسبة لخلطة الطحين، نفس البهارات اللي استخدمتها بنفس المقادير رح اضيفها للطحين. في خطوة ممكن تعملوها، انا ايام بعتمدها، انه بتعملوا المقدار كامل للطحين والصلصة، وبتضيفوا نص الكمية للطحين ونصها للبن. بس انا لانه البهارات والتوابل حفظتها مو مشكلة، برجع بعيد مرة تانية هيك بتأكد من المقادير انه حطيتهم صح على الجهتين. مثل ما قلت لكم نفس المقادير تمام، فيكن تشوفوا المقادير كلها موجودة اصلا، رح اكتب لكم اياها بصندوق الوصف. بالنسبة لتقطيع الدجاج، لانه نحن بدنا اياهم كريسبي رح نقطعهم بشرائح طولانية لحتى ياخذوا شكل الكريسبي او الزنجر. وبعدها شايفين بعد ما قطعتهم على شكل اصابع رح احطهم كلهم بخلطة اللبن، تبلهم كتير منيح وحطهم بالبراد اقل شيء من 4 لـ6 ساعات، هذا الاقل شيء. يفضل ليلة كاملة، كل ما نقعتوا الدجاج واللحم بالبراد اكتر مع الصوص او التوابل رح تاخدوا وصفة رائعة. هذا بيفرق من شخص عنده نفس ولا لا، انه تكون الوصفات دائما الشربانة، اللحمة، الصوص تماما. كل ما كان بالنسبة للتحضير اللحوم منقوعة فترة اطول رح تاخدوا نتائج افضل. بس اذا مو عندكم هذا الوقت الكافي او سويتوا الوصفة بسرعة تقدروا تعملوها ل4 ساعات ممكن. بالنسبة للتتبيل شايفين مجرد انه بشيلهم من التبلت اللبن وبحطهم بتبلت الطحين اللي حطينا مع التوابل. طبعا بالنسبة لطريقة التتبيل بالطحين هون كمان فيها بعض الاسرار. شايفين الطريقة اللي عم تبل فيها، مو بس عم حطهم وبطلعهم، لا عم بقلبهم وبحاول يعني كأني واحد عم بيعمل له مساج لقطعة الدجاج لحتى تشرب كل الطحين من كل الاطراف وتطلع عليها طبقة من الكريسبي اللي بتقرمش. يعني انا هون شايفين الطحين كيف عم بقلبه، وخاصة انه الطحين عندي من الاسرار التانية انه بختله بخة مي بالرشاشة، فبرش مي صغيرة او اذا بدكم تكتفوا بالصوص الموجود على الكريسبي كمان مو مشكلة، بس تضلوا عم تعملوا بتقلبوا بهالطريقة، لانه لما بيكون الطحين فيه بعض الرطوبة الخفيفة رح يعطي التجاعيد اللي موجودة على الكريسبي اللي بتكون هي اصلا اللي بتقرمش.
طبعا راح اقرب اورجيكم هون كيف الطريقه عن قريب. شايفين هاي هي من اسرار الكريسبي. اذا ما عملتوا هالطريقه هاي راح تاخذون القشره راح تطلع اثناء القلي وتفصل عن الدجاج او قطع اللحم الموجوده عندكم اللي عم تعملوهم كريسبي، ما راح تكون متبله. شايفين انا كيف في فتافيت خشنه بالطحين، هاي هي الفتافيت اللي انا عم بقولكم انه لازم تكون ونتبلهم ونلزقهم قد ما بنقدر بقطع الدجاج مع الطحين. بعد ما خلص كل المقادير او كل الاصابع الدجاج اللي عندي بالتتبيله وتبلهم كلهم، راح نعمل خطوه ثانيه. انا هون حسيت انه بدي كمان شوية طحين، بس هلا كمان راح نشوف ليش، لانه انا لما ضفت هلا الطحين راح تكون الطبقة الثانية اللي راح اتبل فيها قطع الدجاج. من النصايح اللي بحب اقدم لكم اياها كست بيت انه نحط دائما ورق زبدة او ورق الساندويتش قبل ما نشتغل هيك شغلات فيها حط طبقات من البيض او الطحين او الكعك. هلا هون انا ضفت طحين كمية اكتر فوق المقدار الطحين اللي كان عندي، وبرجع بتبل كل قطع الدجاج بطبقة تانية، لانه بتكون الطبقة الاولى بلشت تصير رطبة من السوائل الموجودة كانت بالدجاج، وانا بدي نشفها كتير منيح، فبنشفها بالطحين، وهيك بتأكد انه اخذت تغطية كتير رائعة لقطع الكريسبي. ما رح تفرق معكم ابدا عن الجاهز وتطلع طعمتها بتجنن بهالطريقة. ما بيكفي طبقة واحدة، لازم هالطبقة ضرورية كتير كتير لحتى تاخدوا كريسبي رائع. ومثل ما قلت لكم في بعض الصبايا او ستات البيوت بيتغلبوا انه هالوصفات كتير بتعمل فوضى بالمطبخ، لا، نحن مجرد انه بنحط ورق تحت الشغل اللي عم نشتغله، وهلأ راح تشوفوا كيف بكل سهولة بشيل كل الورق وبنظف. اذا بدكم تعملوا ياهم الكريسبي سبايسي، بتحطوا كايين او فلفل او شطة بالطريقة بترشوا، شايفين هاي بتكون على الطبقة الاولى قبل ما تحطوها بالطبقة الثانية بالطحين، بتتبلوا كتير منيح بالفلفل الحار. انا بستخدم الكايين لانه كتير رائع. فيكم طبعا تكتبوا كلمة كايين على الجوجل وتعرفوا البهار اللي انا عم بحكي عنه، وبعدها بحطه بالطحين. فاخر شي منتبل اللي بدنا اياهم يكونوا فيهم سبايسي او حدين. بالنسبة للقلي لازم ينقلوا بزيت غزير وما منكتر قطع، يعني انا حطيت بس 3 قطع لحتى الزيت ما يبرد ويكون يشربوا كتير من الزيت. منطلعهم على مصفاية ومنقدمهم بهالطريقة الرائعة. طبعا انا عملت جنبهم 3 انواع من الصوص، باربيكيو صوص وكاتشب، وعملت كمان الصلصة هي عبارة عن شوي من التوم مع المايونيز والكاتشب، وطبعا بيتقدموا هن سخنين مع بطاطا مقلية. وألف صحة وهنا. بتمنى تجربوا هالوصفة من الزنجر لأنه فعلا ما رح تندموا، من أطيب وأنجح الوصفات اللي جربتها. ما تنسوا إذا حبيتوا الوصفة تشتركوا بالقناة لتصلكم إشعارات الفيديوهات، وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. تقدروا تتابعوني على الفيسبوك والإنستغرام، وحساباتي موجودة بالديسكريبشن بوكس أو صندوق الوصف. مني إلكم أحلى وأغلى سلام.